ومع انطلاقة اللقاء مع الثواني الأولى ركلة ركنية تطلع على القائمة قريب، خطيرة الكرة الأولى، كرة أولى خطيرة. طب الآن باتجاه محمد نور، يعني كان محمد نور في موقع جيد للتمرير منذ استلام أسامة عمري للكرة. تعود محمد نور خميس يحاول باتجاه الأمام، إرسال لعلي سعيد، علي سعيد يرسل العرضية خطيرة الكرة البستاني يضيع كرة، عبد الرزاق بستاني يضيع كرة لا تضيع، خطيرة الكرة. أول تهديدات علي السعيد يلعب العرضية وعبد الرزاق بستاني يضيع كرة خطيرة للغاية، خطيرة الكرة، فرصة هدف محقق، يعني مقشرة الكرة كانت مع علي السعيد البستاني. تنفيذ ركلة ركنية للزعيم تلعب داخل منطقة الجزاء، تبقى على حدود المنطقة، الرجبي يسدد، خطيرة الكرة أيضا، فرصة خطيرة جديدة للجيش. النتيجة ما تزال سلبية لكن الجيش أخطر، الجيش كان له تهديدين خطيرين. رامي عامر الآن من ركلة ركنية، الركلة الركنية الأولى للوثبة، حمل التهديد الأول، خطيرة الكرة، هدف وثباوي، جول الوثبة، يسجل الأول بمرمى خالد إبراهيم، هدف وثباوي جميل للغاية، الوثبة يسجل عن طريق أدهم غندور، الغندور سجل مرتين بمرمى الجيش في لقاء الذهاب، يعيد الكرة ويسجل من الركنية الأولى، كان التهديد الأول، والركنية الثانية تكون في مرمى خالد إبراهيم، هدف للوثبة، هدف وثباوي بمرمى خالد إبراهيم، أدهم غندور يسجل، يعيد ما فعله في لقاء الذهاب ويسجل بمرمى خالد إبراهيم، هدف وثباوي في الدقيقة 12 تقريبا، الوثبة يسجل، لاحظ الركنية، ركنية رامي عامر بالإعادة والرأسية من أدهم، وهدف وثباوي جميل للغاية، هدف الوثبة يسجل بمرمى خالد غندور، سيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، تلعب الكرة خطيرة داخل المنطقة، رأسية خطيرة الكرة من عبد الجواد بيطار. الخميس يعود لعلي السعيد، السعيد من جديد عند الخبرة محمد شريفة، يرسلها باتجاه الأومري، خطيرة الكرة، الأومري داخل المنطقة، تسديدة من الأومري تمر بغرابة، الأومري كان قريب من تعديل النتيجة لكن بغرابة أضاع أسامة أومري، يعني وجها لوجه مع حارس المرمى أمجد السيد، لكن يضيع الأومري الكرة ويتحصل على ركلة ركنية بإشارة حكم اللقاء، حول لركلة ركنية لصالح فريق الجيش. الأومري على التنفيذ، تلعب على القائم الأول رأسية، لكن هذه المرة تتحول لركلة مرمى وثب، أسامة أومري يسدد، أسامة خطيرة تزيدة لكن تمر بسلام على مرمى أمجد السيد، ليس حمو، مقطوعة محمد نور خميس لبستاني باتجاه الأومري، خطيرة الكرة، أومري حدود منطقة جزاء، أسامة يحاول التسديد لكن تزيدة لم تكن بالشكل المثالي، يعني المحاولة فريق الوثبة، أدهم غندور من جديد على التنفيذ، أدهم يرسلها داخل منطقة جزاء، خطيرة بالرأس من رامي عامر. كنا نتحدث عن الكرات الثابتة لفريق الوثبة، الوثبة في كل كرة ثابتة له يهدد مرمى فريق الجيش. نلعب الدقائق الخمسة الأخيرة من شوط المباراة الأول، وركلة ركنية على يمين أمجد السيد، الأومري والركنية، يلعب أسامة على القائم القريب، رأسية جيشاوية خطيرة الكرة، الواكد يحاول، خطيرة الكرة، خطيرة الكرة لكن الإبعاد بالرأس، تعود من جديد مرتدة عند وائل الرفاعي، يحاول اللحاق بالكرة، خطاب مشلب هو من يصل ويسدد، خطاب تسديد الخطاب لم تكن بالشكل المثالي على تنفيذ الركلة الركنية، عدة لاعبين من الجيش داخل منطقة الجزاء، تلعب الكرة على القائم البعيد، رأسية من الواكد لكن أمجد السيد موجود، جيشاوية سفراني يلعبها داخل منطقة الجزاء، محمد الواكد، خطيرة الكرة، الواكد كاد يسدد، أسامة أومري، أسامة على حدود منطقة الجزاء، تسديدة من أسامة، خطيرة تسديدة أسامة، يلعب باتجاه الأمام باتجاه خطاب مشلب، خطاب يتقدم، سيرسل العرضية خطاب، عرضية باتجاه باسل مصطفى، وحيدا باسل داخل منطقة الجزاء، تسديدة من باسل، هدف التعادل، جول 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 جول، باسل مصطفى يعدل النتيجة، باسل مصطفى يسجل في شباك أمجد السيد بعد تمريرة طويلة كانت من خطاب مشلب، يستفيد منها باسل مصطفى، كان وحيد ضمن منطقة الجزاء باسل مصطفى في غفلة دفاعية كبيرة من دفاع الوثبة، باسل مصطفى كنترول من باسل وتسديد بالقدم اليسرى ليسجل هدف على أمجد السيد في شباك أمجد السيد، شوف بالإعادة يستلم وحيدا الكرة باسل مصطفى داخل منطقة الجزاء ويسدد هدف على يسار أمجد السيد، هدف التعادل لفريق الجيش، الجيش يسجل التعادل. الفارس لأومري، خطيرة الكرة داخل منطقة الجزاء، الأومري باتجاه الواكد، رأسية خطيرة الكرة، هي تبقى الغلبة لفريق الجيش لكن بالمواسم الأخيرة الوثبة يحقق نتائج إيجابية دائما ضد الجيش. الواكد ركلة حرة مباشرة جيشاوية، الواكد سيسدد بشكل مباشر، يسدد الواكد، خطيرة الكرة، أمجد السيد يتعمق